إن كان هذا فسنرضيه بعشرة لو أراد. عجبنا يا أبا طالب، ماذا يريد؟ يقول محمد أن تعبد الله الواحد الأحد وتنبذ الأوثان والأصنام. أهو نترك 360 إلهاً ونعبد إلهاً واحداً؟ هيا بنا يا رجال، لا فائدة من الجلوس إلى هذا الحديث. أظن أن باقي الأمور التي عرضها محمد لن تكون أفضل من الأولى. علينا أن نرد عنه من يتبعه من الضعفاء. هكذا سندخل الرعب في قلوبهم حتى لا يدخلوا في دين محمد. أشهد أن رسول الله. ومع أن الله قد من على المؤمنين بالصبر والقوة، لكن كلما مرت الأيام كلما زاد المشركون من عذاب المسلمين، وهذا ما كان يؤلم النبي كثيرا. وبأمر من النبي صلى الله عليه وآله شد بعض المسلمين ممن كان لهم القدرة على الرحيل، شدوا الرحال ليلا نحو ساحل جدة. ولما اجتمع المؤمنون مع النبي للتشاور في أمرهم أشاروا عليه بالهجرة من مكة، فقبل النبي بهذا وقال: اذهبوا إلى الحبشة فلكم فيها ملاذ آمن، إذ إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، امكثوا في تلك البلاد حتى يكشف الله لنا عن فرج. لا أدري لما لم يرسل بنا النبي نحو الحيرة أو اليمن. أخشى أن يهلك الأطفال في هذه الصحراء. الكثير من عشيرتي يسكنون الشام منذ سنين، ونحن قليلون، بوسعهم أن يؤوننا جميعاً، ما لنا وما للحبشة. لو كان الإسلام مقبولاً لدى النصارى لنصرنا أقرانهم في الحجاز. إن النبي لا ينطق إلا بوحي يوحى. إذن أثبتوا على إيمانكم. اليمن تابعة لسطوة ملك الفرس، ولا يعقل أن يكون لنا فيها أو في الحيرة مأمن. والشاميون لن يتورعوا عن ظلمنا إرضاء لقريش ودفعا لشرها. نعم، الحق فيما تقول. ماذا هناك؟ زهير، فرسان مكة يتبعوننا. أطفئوا النار بسرعة، هيا.
ولحسن حظ المسلمين كان في ساحل جدة سفينتان تجاريتان جاهزتان للإبحار. من هو ربان السفينة؟ أين ربان السفينة؟ ماذا تريد من؟ عبيد هاربون؟ كلا كلا كلا، لسنا بعبيد هاربين. أنا جعفر بن أبي طالب، عميد هذه المجموعة. جعفر بن أبي طالب؟ قد سمعت باسم أبيك من قبل، لماذا تقصدون الحبشة؟ إننا نحمل رسالة من محمد بن عبد الله إلى النجاشي ملك الحبشة. حسناً، سنبحر غداً. ولكن لا نستطيع الانتظار إلى الغد، إننا على عجلة من أمرنا ويجب أن نعبر البحر حالاً. أرجوك أرجوك أيها الربان، أرجوك. في هذا الوقت من الليل إعداد السفينة للإبحار يستغرق الكثير من الوقت، عليكم الانتظار حتى الصبح، وعليكم دفع دينار لقاء كل 4 أشخاص. سندفع دينارا عن كل شخصين شريطة أن تبحر الآن. فلتنقسموا لفريقين ولتتوزعوا بين هاتين السفينتين. هيا. انهضوا انهضوا، سنبحر الآن، سنبحر هذه الليلة، فلتستيقظوا جميعا. جهزوا السفينتين للرحيل، أسرعوا، هيا إلى الحبشة. Yeah.
اللعنة. هل ظفرتم بهم؟ تكلم تكلم، ماذا حدث؟ أفلتوا من أيدينا. أبحروا نحو الحبشة بسفينتين انطلقتا في الليل. تبا لكم من تافهين. لقد أسرعوا في الهروب فلم نلحق بهم. أترون؟ غالبا ما يمر أسبوع ولا تبحر سفينة من هناك، والليلة أبحرت سفينتان، وبمجرد أن يصل الهاربون، يا للحظ العاثر. لا تهتموا لهذا، لم يتغير من الأمر سوى أن متاعبنا ستزداد أكثر. علينا غض الطرف عن بعض دنانير الذهب. ماذا تعني؟ سنعيد الهاربين من الحبشة. هذا مستحيل، لن نظفر بهم أبدا. النجاشي لا يعيد من فر إليه لاجئا ولا يرجعه إلينا أبدا. وهذه لها حل أيضا، لنا أصدقاء في بلاط ملك الحبشة. ما علينا سوى أن نبعث بعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة إليه محملين بأجمل الهدايا وأثمنها، كلا الرجلين من دهاة العرب ويتقنان أساليب التفاوض إلى الملوك. لم يمض وقت إلا ونعيدهم مرة أخرى. هل أنتما جاهزان للسفر؟ هل حملتما الهدايا المناسبة؟ هل ترى فيك الاستعداد الكامل لإقناع ملك الحبشة؟ مصير هذه الرحلة مرهون بتدبيرك ودهائك يا عمرو. عليك أن تقنع النجاشية بإرجاعهم. فليطمئن سيد مكة، أنا وصاحب ابن أبي ربيعة ندرك أهمية مهمتنا عند قريش. بمجرد أن يرى بطانة ملك الحبشة هدايانا حتى يدفعوا بأنفسهم النجاشي على تسليمنا الهاربين. لا تستخفن بالأمر يا عمرو، الهاربون هم من خير شباب مكة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، وهو يرث عن أبيه الفصاحة والبلاغة، وبوجوده لن يكون إرجاع الهاربين بالأمر الهين يا عمرو.
لعله يفوقنا فصاحة وبلاغة، لكن لا أظن أن فصاحة ابن أبي طالب ستكون نافعة لبلاط الملك أكثر من هدايانا يا أبا سفيان. جلالة ملك الملوك النجاشي المعظم، يا جلالة ملك الملوك أيها النجاشي العادل مولاي الملك، يا محمد أبا القاسم يا حبيبي كنز وفائي، يا بشير يا نذير يا أمين يا مصطفى. يا قسيم يا جسيم يا بسيم يا بسيم، يا قسيم يا جسيم يا بسيم يا نذير يا أمين.